حبيبنا صلى الله عليه وسلم باء وسعى لأرض واسعة، كيف يسب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله صلى الله عليه وسلم. إننا نفديه بالآباء والأمهات ونستحي مع ذلك، فذلك ليس على قدره صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ومن آناء الليل أطراف أسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والأنبياء يسألون الله تعالى أن يشرح صدورهم، والله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حينما ترى صفوف الأنبياء والمرسلين ترى الله عز وجل يقدمهم، فهو الخاتم والخاتم. قضى الله للعلياء أن تتجسدا وقال لها كوني، فكانت محمدا. هذه الجمعة اليوم تعبر عن مدى حبها وشوقها ومدى انتفاضتها وانتصارها لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس. الله أكبر. الله أكبر. بن عبد بن عدنان. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. الله وسلموا عليه وانتفضوا كل لحظة وكل وقت وكل ميقات نصرة لأغلى البشر صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ابنه بلال: والله لنمنعهن فقد كثرت الفتن. قال يا ابني: والله لن أكلمك بعد اليوم. أقول لك قال رسول الله، وتقول والله لنمنعهن، كذلك نحن نقول قال رسول الله، والقول ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. أختم لهذه الجموع المحبة الهادرة، وإني لأرى في هذه الجموع كثرة الإيمان وقوة الاحتشاد بإذن الله عز وجل، فأقول: فلو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا. إذا ذكر الخليل فلا حبيب عليه الله في القرآن أثنى. وإنك رو نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتخرا بصنا. الله أكبر. الله أكبر. فإن الله كلم لك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى، ولو قارنت نفس لن تراني لما كذب الهواد. فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. وإنك رو سليمانا بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا، فبقحى مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تبنى. وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء الشر حسنا، فدرع محمد القرآن. وأغرق قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأغنى، ودعوة أحمد ربي لقومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وكل الأنبياء بدور هدير وهو الشمس أكملهم وأهنى، كملت محاسنها فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخصفي، وعلى تفنن واصفه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي. قبل أيام كنا في الروضة الشريفة فكنت أنشد مع الشاعر قوله: النور يسأل عن ترابك أسئلة، فقلت له: يا نور لن تتحمله، ذاك التراب يضم أطهر نطفة خلقت قداستها، ذاك التراب يضم أطهر نطفة خلقت قداستها لأربع منزلة، ذاك التراب وليس نفسي رملة في قبره. خلق الجمال لحسن صورة وجهه حتى الجمال إذا راه تجمله، سبحان من بالحسن كمل خلقه، سبحان من باليمن ربي كمل. فعليه الله صلى وعليه الله سلم. إن هذه الجموع لا تحس بالشمس ولا بالعطش ولا بالبرد ما لم تسل هذه السفارة من موريتانيا، سفارة الهند الموريتانية. لما رأيت رسول الله مبتسما وضعت من خيفة كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أمره إلا على قدري. الله أكبر. الله أكبر. هذه المبادرة الرائعة التي عودتنا الوقوف مع القضايا العادلة، وعندما رأيت العنوان والقضايا العادلة قلت: إن أعظم القضايا العادلة أن يذاد عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينادى وأن يضرب من شتمه أو سبه صلى الله وسلم عليه. والله أكبر. وإلا الله أكبر.
إلا مع الشيخ محفوظ إبراهيم. فقد قال الله تعالى حين تنادت حفصة وعائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهير. فقلت من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد وقف وقد انتظم في هذه السلسلة المباركة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهل بقي أحد؟ لا أحد بعد هذا. لا الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أسأل الله أن يجعلنا من الصالح المؤمنين الذين يعلمون قدر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. يعلمون المنزلة العليا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الوقفة مصداق لقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك ومن أنت وأطعنا السنة الله صلى الله عليه وسلم يرتفع في مشارق الأرض ومواربها. إن هذه أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. يمضي عن الدنيا ويبقى ذكره مرفوعا ويبقى شرفه مسموعا ويبقى ولذلك من الطبيعي أن يتهجم عليه المسلمون لأنه الموجود صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الذي يمثل النور الذي يطفئ ظلامهم، لأنه الذي يمثل العدل الذي يطفئ ظلمهم، لأنه الحق الذي يقف في وجه باطلهم، ولذلك يسيئون ويسيئون، لكنهم على أنفسهم يسيئون، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أساء إليه مسيء كلما ارتفع قدره عند الله تبارك وتعالى. الله أكبر. هذا مقام من مقامات عباد الله الصالحين يزداد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ويرتفع فيه عاما بعد عام. أما نحن معاشر المؤمنين فعلينا أن نحرم أنفسنا من نخرة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ننتظر في سلك الذين قال الله فيهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. على حكام مسلمين أن يمثلوا المسلمين أيها فقط، عليهم أن يمثلوا المسلمين، ومن يمثل المسلمين إلا من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يمثل المسلمين من خذل محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن يمثلكم من خذل محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن سكت عن أذية محمد المزيد. نطالب الساكتين أن يتكلموا والقاعدين أن يتحركوا والمبقين على علاقتهم الطبيعية مع هذا الكيان المجرم. الله أكبر. الله أكبر. لن يتحركوا في القاعدة اليوم ولن يتكلموا إن سكتوا اليوم إلا تنصروا فقد نصره الله. الله أكبر. واتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن أذيتنا في محمد أعظم من كل أذية. إن أذيتنا في محمد أعظم من كل أذية. إذا كانوا لا يعتبرون الأذية إلا في شخص فلان أو عدنان لا
فإن محمد أعظم عندنا من أشخاص شخوصنا وأعظم عندنا من أنفسنا وأعظم عندنا من أموالنا. Come on!